المؤسساتية. صحيح. أولها المجلس الوطني للاستثمار العقار أيضا يعني بارونتيسيباسيون ب لونكراج جوريديك تاع المنصة الرقمية للاستثمار موجود في القانون نفسه، وهذا إشارة قوية من الحكومة على الإرادة السياسية القوية كذلك اللي موجودة باش رقمنة كل العمليات وعصرنتها تكون يعني مبدأ ناخدوه بعين الاعتبار في كل التشريعات وفي كل القوانين وكل النصوص التنظيمية الجديدة اللي ندرسوها على مستوى الحكومة. المرحلة الجديدة والمتقدمة هذه تحتاج تنسيق ما بين مختلف القطاعات، تنسيق ما بين مختلف الإدارات اللي ذكرتها ومختلف الهيئات، وهذا لب يعني النقاش تاع اليوم إن شاء الله. إن استحداث المنصة الرقمية للمستثمرين وكذا وضع الشباك العقاري الموحد حيز الخدمة سيندرج ضمن الخطوات المهمة التي انتهجتها الدولة لتسهيل وتسريع وتيرة معالجة ملفات الاستثمار وتدليل العقبات التي تعيق العملية الاستثمارية. ومن أجل إنجاح هذه المنصة يجب العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، إرساء قواعد المعطيات التابعة لها، وتطوير أنظمة المعلومات على مستوى كل الهيئات المعنية بالعملية الاستثمارية بطبيعة الحال، وإشراك الهيئات المكلفة بعملية الدفع الإلكتروني وعملية التوقيع الإلكتروني بصفاتهما آليتين أساسيتين لتجسيد الاقتصاد الرقمي، إلى جانب ضرورة العمل على الاتصال وتبادل المعطيات.